بكل اسف وبكل حسره. فهمتوا دوكا على ما رحناش للبريكس؟ فهمتوا دوكا ما نبحوش على البطار اللي قمع النساء بالغاز المسيل للدموع بطريقه ما يديروهاش حتى مع الفيوات. من يدعون المعارضه معارضه الفيسبوك واليوتيوب في الداخل عندهم قانون، عندهم دوله قانون. ليتا تدروع تاع الطرطه مع شفيق مصباح عرب سيناريوهات المخابرات هي الخابطه. استهلاكنا من أكل وشرب ولباس وسيارات وهواتف ذكية كلها من الغرب الكافر. الخماج مشي لازم يكون أخلاقي، قادر يكون خماج فكري باش تظهر كمية العفن اللي في دماغك في منشور مماثل. فيقوا فيقوا يا عباد، كل حركة حكموا البلاد. لازم عربي عكي يقولها ما عرفتكش. J'ajoute toujours dans la caramantica la harissa, un petit peu de harissa. لا افتك بالله صلي نموت على ربي. بالرغم من انها مجرمه الا انهم ريابيليتاوها. لو لم يطبعوا مع النظام لماتوا منسيين مثل الصحفي زهير بركان. السواح يروحوا يحوصوا على ستريت فود تاع دلهي، بانكوك، هانوي، بوغوتا، وريو، كوبا هافانا. وعندهم الخيارات، عندهم السنكوشي مثلا، خامج وبنين، كل هنا موت الهين، راهو ينشط في السياحه في الجزائر ما شاء الله. كاين متجلببات وجابوا جماعه بولحيه ولا القميص وجاو نندد ونرفض وكذا. واش تحوسوا ترجعوا قسمنا 92 ولا واش؟ يجب ان تفرق تلك المسيره بالقوه. والبولي يعني يزيد البولي. قال لكم عائلتي وما عاونتهمش، باغي نعاون الكيان. لا توجد أدلة، ولو وجدت لما وجدنا اليوم أكثر من 1.4 مليار بين ملحد ولا أدري. ملكهم بغي في يد الصهاينة. قال لي هالفيديوهات سوها في بلدك مو عندنا هني. الفيديوهات سوها في بلدك مو عندنا هني. هذا طبعا إذا قدرت تحصل على إحدى أصعب الفيزات في العالم. نسمع واحد يقول لهم باللي الجبهة الإسلامية للإنقاذ كنا ضدها، على قال لي أنها قالت باللي هذه الانتخابات الأخيرة. بوس يدك وش وقفة اللي ما دخلوكش الحبس، كاش اللي نضر وخسر كيما غلق ديري. بوالين وبوالات يديروا لنا مشكل في دار ابراهيم ويرجعوا الدولة الجزائرية راهي مع اسرائيل. غير السلسلة اللي دارتها دير 5000 اورو ومشي اي واحد يشري من ميسيكا. حشروا واحد المادة في الفقرة 12، حشروها شكون طبعوها هكذا بالكتبية ادخل. برغم انه اول حاجة تقراها في القانون انه المادة القانونية عامة ومجردة. والصحافة تقول لك الجزائر العاصمة ثاني أفضل وجهة في العالم. هذا خرج قابا يذبح رافضا مشاورات لم الشمل مع الناس اللي راحوا يشكيوا للبرلمان الأوروبي اللي راكم تعرفوا. الجزائر مسير جا واش دارت؟ الإسلامي كاين وسيبقى إلى أبد الدهر، والعلماني كاين وعنده بلاصته في المجتمع. أضرب بيد من حديد، كنتاكي هذه تفتح، اللي حب يقاطع ما ياكلش راش. عندنا نظام بطل يندد بالكيان وما يحاولش سفراء امريكا اللي تمول في الكيان.